الأجواء دلوقتي في العالمين بتستعد لفعاليات حفل طبعا فرقة المصريين بقيادة المايسترو هاني شنودة. اللي بيحصل بالظبط معانا دلوقتي زميلنا كريم بيبرز من المدينة التراثية أمام المسرح الروماني بمدينة العالمين الجديدة هيحكي لنا أكتر عن تفاصيل. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير يا بسنت ومساء الخير على جميع مشاهدينا. فعلا اتكلمي على حفلة فرقة المصريين بقيادة الموسيقار العالمي والكبير والجميل جدا جدا هاني شنودة. الحقيقة انه الاحتفال بدأ بالفعل من شوية من نص ساعة تقريبا، وعايز اقولك يعني يمكن ميزة الاحتفال دي كانت في النوستالجيا بشكل او باخر، يعني الناس مبسوطه جدا ان هي قادره تسترجع كده يعني ولو فتره زمنيه بسيطه، جزء بسيط كده من الزمن تقدر تخطفه تسترجع بيه ذكرياتها الجميله زمان. والحقيقه انه كان المميز انه موجود الناس معاهم اطفالهم الصغيرين واولادهم الصغيرين وبيحاولوا كده يقولوا لهم بصوا احنا واحنا صغيرين كنا بنسمع ايه، بصوا الحاجات دي كنا بنعمل بيها ايه. لكن هاني شنوده الحقيقه جاي النهارده ومعاه فرقه المصريين ومعاه شباب صغيرين في السن، الحقيقه هم اللي بيأدوا الاغاني اللي موجوده وبنسمعها دايما، يعني يمكن من اهمها والذها يعني اللي عامل التفاعل كبير جدا جدا مع الجمهور ما تحسبوش يا بنات انه الجواز راحه. عايز اقول لك يعني الحقيقه انه كان في تفاعل كبير جدا وضحك وهزار في المسرح من شويه. يمكن المسرح كمان ليه اجواء كده مميزه وجميله كده، المكان نفسه في حد ذاته ليه التراث نفسه مع الالوان اللي معاه عامل روح مختلفه. كمان يمكن جاب الشاب الصغير عمر الحقيقه وطلع غنى علموني عينيك سافر، يعني عايز اقول لك كانت عامله اصداء قويه جدا جدا جدا، خلت الناس سقفت اكتر من مره وغنتها تاني صغيرين وبيرقصوا، وبعد كده قلبت فقره كده يعني شويه انجلش كده وتويست، يعني يمكن اغنيه التويست دي كانت لطيفه جدا برضو وكله شارك فيها، وهاني شنوده نفسه يعني شارك فيها وكانت فقره لذيذه جدا جدا. الناس كانت مبسوطه جدا جدا وما زالت مبسوطه ولسه الاغاني مستمره وبتبدلوا مع بعض، يعني البنات الصغيرين بيغنوا، هاني شنوده بيمتعنا شويه باللعب على البيانو او الاورج اللي معاه وشغال بيه الجيتار شويه الطبله شويه. الحقيقه كانت يعني اجواء مميزه ولسه مستمره الأجواء المميزة دي يعني حفل حقيقي هادي ومميز وجميل جدا جدا، ولسه طبعا هنسمع آراء الناس أكيد بعد الحفلة. لكن الحقيقة أنه فعاليات المهرجان عامة هنا في المدينة التراثية أو في العالمين الجديدة عامة والمهرجان في نسخته الثانية ما اختصرتش بس على ده، لكن الحقيقة أنه الفعاليات الرياضية كمان لسه مستمرة، يعني نتكلم أنه البارا موتور لسه موجود، السكاي دايفنج لسه موجود. النهاردة كان في لمسة إنسانية لطيفة جدا جدا، حد الحقيقة يعني بس طبعا هو سائح من خارج مصر استخدم الباراموتور وعرض الجواز وطلب ايد حبيبته عن طريق الباراموتور وعلى لا يافطه كبيره جدا كده مع الباراموتور وهي طايره قدام بحر العالمين. كانت لفته انسانيه جميله 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 الحقيقه كمان حضرناها، واكيد اكيد اكيد حضرنا كمان امبارح الحفل الكبير لتامر حسني والاقبال الكبير جدا اللي كان موجود، وكانت اصداؤه جميله حتى مع الجماهير، اشادوا جدا بالتنظيم، اشادوا بالاغاني، اشادوا بالاحتفال بشكل عام، اشادوا بدخلات الاحتفال ويمكن الحركات اللي كانت معموله في الجو والحركات الالعاب الناريه اللي اتضربت قبل الاحتفال وبعد قبل الحفله وبعد الحفله. كانت الحقيقه الاجواء رائعه النهارده وامبارح ولسه ما زالت مستمره اكيد، واكيد الاسبوع الجاي كمان في فعاليات جميله جميله، يعني يمكن في بدايه شهر 8 واخر شهر 7 دي هتكون فعاليات كتيره جدا. المدينه التراثيه هتستقبل يومي تقريبا ما بين يوم ويوم لا احتفال هنا في المسرح الروماني مختلف عن الاخر. في شهر 8 هيكون فعاليات كمان للموتور بايكس عامه والموتوسيكلات والدريفتنج العربيات، ولسه في اكيد فعاليات كتير جدا جدا هنتابعها في مهرجان العالمين. برجع شكرا ليك يا كريم، ويعني اكيد اجواء جميله جدا بتحصل في العالمين دلوقتي، يعني حفله طبعا فرقه المصريين والتفاعل اللطيف قوي اللي بيحصل دلوقتي، واحنا مع حضراتكم هننقل لكم اول باول كل حاجه بتحصل في المهرجان بشكل عام وهذا الحفل بشكل خاص.